مركز المسجد العمري يعني هو مركز لتحفيظ القرآن الكريم فقط للطلاب. لم يعني يتم إلى الآن ختم القرآن الكريم، عندنا طالبان فقط أنهيا يعني 16 جزءا من القرآن الكريم، وهما يعني أيضا هذان الطالبان متميزان في التجويد، يتعلمان التجويد أيضا، ويعني يهتمان بكثير من الأمور المتعلقة بالقرآن. أنا اسمي وليد أشرف حماد، عمري 13 سنة، إلي حوالي سنتين في هذا المركز. أنا حافظ من القرآن الكريم 16 جزء، من جزء 15 للآخر. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اسمي أحمد أشرف وليد حماد، عمري 12 سنة، حافظ 19 جزء من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. القرآن الكريم هو الذي حفظ اللغة العربية، وبالتالي يعني عندما يحفظ الطالب خاصة ويكرر حفظه، وهناك كلمات كثيرة في القرآن الكريم يعني ليست مستعملة، هي يضيف للطالب قاموسا لغويا مفتوحا عظيما. أنا حسين الميمي، عمري 14 سنة، حافظ 8 أجزاء من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بحكم أن هناك يعني تفاوتا بين الطلبة في فيما يحفظون، لا يحفظون يعني موقعا واحدا كل الطلبة، بالتالي نكتفي بالتطرق إلى بعض المعاني وبعض الكلمات الصعبة التي يخطئون فيها. الذين تطمئن قلوبهم بإذن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني اللي بيكون فيهم الإسلام، داخلهم الإسلام، بيكون دائما قلوبهم مطمئنة. القرآن برضو بفيد الإنسان من كل النواحي، سواء عقلية، فكرية، لغوية، ممكن يقوي النطق عند بعض الناس، ووسع أفكار الحافظ للقرآن. الهدف الأساسي الوصول إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله